مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت مدينة أقدز بإقليم زاغورا بعد زوال يوم الخميس 26 ماي الجاري على وقع نقل عشرات التلاميذ إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات في أوضاع صحية متفاوتة الخطورة. وأكدت مصادر محلية متطابقة أن 36 تلميذا تم نقلهم إلى المستشفى بعد تناولهم لوجبة الإفطار في مطعم مجموعة مدارس أوريز التابعة لمركز أقدز بإقليم زاغورا. ورجحت مصادر محلية أن يكون تسمم هؤلاء التلاميذ جراء تناولهم لأحد العصائر المعلبة في وجبة الإفطار. وخلصت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف وصلت نقل التلاميذ الذين يشتبه في تعرضهم للتسمم بسبب وجبة الإفطار المذكورة، مؤكدة أن الأبحاث ما زالت جارية من طرف السلطات المختصة لتحديد ملابسات الحادث.